السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. باقي أبوي 3 دقائق وتنزل الطيارة. شوف دلني يا أبوكم، باقي 30. شو هي؟ ما شي باقي. الحين على وشك ظهران البيتات. شو بقول؟ الرحلة ممتعة وزينة، يا غير البعد يا غير اللهم لك الحمد طيران الإمارات، يعني ما تدري بهالطريق أبدا. ختلتن وحدة من طارة ابنه لنحب نوصل. الحمد لله رب العالمين، ما شي حالو واقويق شي حالك. كانوا مذهبينهم عاليتهم كل الراقد خاتلين ختلة الكبار. التوقيت اللي ظهر توقيت استراليا 11:25، يعني معناته باقي 5 دقائق عن نوصل. والله طريق فنان، الرحلة ممتعة والطيارة ما فيها موطة جدم، فل لين عينها، ولا كرسي فاضي لا البزنس ولا الاكونومي ولا الفيرست. نعم لين عينها، واكلهم زين وفنان وخدمته من اروع ما يكون. والله شو بقول، مره ما دورت، يعني دورت عذروب واحد ما لقيت واحد بالحمامات، بس خربان بخربان اخترب جنة، حد ما ادري شو بيسوي، كسر شيء هناك حرمه ولا ريال الله اعلم. غير حمام الحمامات الطياره معطل، يعني ما كان يتفضل، يعني شيء حول 20 حمام بس واحد بس هذا البخير. انا وياك نكون صريح، مرحبا 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 بشوف الطيبين، مرحبا بريحة ايواد، مرحبا بريحة الدار. يا حي فضل الله بانت لبلادها. حي هالشوف والله، حي هالشوف، حي هالشوف والله، مليون مرحبا ولا يسدن، والله ما يعيضنا فيك شرق الغرب ولا مغربها. ما دبي دار الحي اسميك والله شيء. اي والله يا ابو محمد والله دار الحيين، يا الله يحافظها من دار، يحافظها ويحافظ حكامها يا رب العالمين. وين ما يبين من عندي انا؟ اي ما شاء الله برج خليفه يبين واضح، غير انا ما اشوف. اي والله ذاك وين يرامج، اي على دوب شعر ابوي لبشارة، حتى الفلتر ظهر مال الدار. حشي ابوك عيزنا لمن سدني لين نيوزيلندا، وين ابليس مضيع عياله لين دار الواق واق. سمعت اللي قال جيج؟ قلنا جيج يا ابوك، يا ربي يا ابوك بكل غربة ما تنقهر. ما ادري هذا الكبر شيء، ما تعرف شو السالفة. الحين عزمت انا اكثر ابوي من اسبوعين الثالث، يلا يلا لا بتوصل ترى الطيارة. بتنزل، نزلنا تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم لك الحمد، الحمد لله على السلامة. قرت عيننا يا ابوك، شوف هالداء طيبة، قرت عيننا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ابوي على السلام. بشيركم التيم مال السياره، تيم مال التليفون ما طاعين جلب بعده، قابض على تيمه سدني 11:30 ابدا، والوقت مثل ما قالوا 5:30 توصل، يعني 5:30. اللهم لك الحمد، ايام قلت مسير الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، الحمد لله على السلام. ما شاء الله طياره يا ليل، طرت عليها من قبل 10 سنين لو 12 سنة، من دبي لين لندن هاك الوقت عادة. منو يركب هالطيارة؟ بالضبط الساعة 5:32 بالضبط، قالوا الساعة 5:30 توصل، وصلت بنت 5:30. سبحان الله، أنا ليش مشغل هذا؟ ليش أسوي عاد الحين؟ انسكرت الكشاف الفلاش، وقف الفلاش
قلت شو اسوي عاد الحين؟ ما شيء الحين، كنت ابتديت بالتصوير لازم نخطفن 6 سنابات. يلا برايك الحين بنعمل استخلاف من عقب ما شغل عقب ما بند الفلاش. شكرا يا عسل. حبيب قلبي اخر واحد ضرب الطياره هلا بعد. ثانك يو everybody. باي باي. ثانك يو. يا حافظ عليهم يا حافظ. معقول الطريق وانا هدر وياهم نفخت لهم روس سم الهدربان احليلهم والله الناس الطيبين وفنانين. حتى المضيفين غير مضيفين طيران الامارات وطيران الاتحاد يختلفون عن اي مضيفين في الدنيا العودة. ما فيهم الوغادة ولا فيهم خياسة النفس وكرام. اللي بتطلب يا ابو لو تبلي تبا اي شيء صعب بيبو له اياه. عادوا كديت ما نمش سبريسو 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 كل دقيقة اطلب سبريسو. هي والله بارك الله فيهم. Why you're there, Khalid Al-Khaldi, what for? Our manager, our VP, uh-huh. asked us to come to assist you going to arrivals. Only for Khalid Al-Khaldi? Yes, only for you, sir. Why? Our manager, our VP, asked us to pick you up, sir. Walla? Yes, sir. Ya fadiha. Who's your BB? BB? I'll call my supervisor, that's it. Walla? Mishkuri. قول سيتهم thank you very much. No problem sir. ما يندرى منه هذا حاطه سمير. هي والله جزاها الله خير. يا سلام سلام. بعد. أقولكم. مشكورين على هالاستقبال الفنان المميز. على الله يطول بعماركم كلكم. ما واحد يدون عن الثاني. فنانين وزينين وهل مذهب وهل معاني من بوكم هب من اليوم. كلكم ما شاء الله عليك من أكبر موظف بين أصحابكم. جزاكم الله خير. شكرا لله خليتنا. شكرا حبيبي. شكرا بارك الله فيكم. هاي يوم أقول لك شيء تلاحم. تلاحم في عند شعب الإمارات. بين الحكومة وبين الشعب بين اللي عنده واللي ما عنده واللي جلب راعي سير واللي يستقبلونك بكل حفاوة وكل تقدير. شكرا لهلب الجوازات وزارة الداخلية. شكرا لهالطيران الإمارات هالطيران المميز اللي ما شي شرات خدمة ونظافة وأكلهم فنان واستقبالهم في المطار فنان. كلهم أبوي فنانين من استوت الدنيا هدم اليوم من استوت الدنيا دبي كلها أبوي حكومة وشعبا. يعني الله يطول بعماركم ولا يقطعنا إن شاء الله نواصلكم وإلى الأمام. أنتم مميزين من يوم يومكم هب من اليوم من استوت الدنيا من قبل ما يطلع البترول من قبل طلوع النفط. والإمارات مميزة وما قصروا بهذا الويه. هل بالطيران من يين أبوي سنعوا لنا مواته وكنا أبوي قبل فرس الخدمة وهالريالها بس Your good name? Davis. Davis. Nice to meet you, Davis. Thank you very much. فقير معن باب الطيارة وداي. يا ركض حافي منع البيض والله تويهك يا ديفيد. ديفيد, where do you come from? Philippines, sir. سمعوا. I work for VIP services. ما شاء الله VIP services. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Say thank you for your boss, the man who sent you. No problem. I'll send the message. Hey, and thank you for everything. بارك الله فيكم. ابوي من توصل مطار دبي ولنا اسطول من السيايير اسطول. كل سيارة تغني عليه كل سيارة تغني عليه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اقول لكم وايد العرب لي تو طرش لي مسجات قال ابوي انت راكب طيران الامارات كيف ساعة تجي الطيران الاتحاد في الطاري. أبوي الإمارات والاتحاد عملة ذو وجهين عينين في رأس ما بينهم فرق.
حكومتنا وحده ودارنا وحده وحكامنا ابويه كلهم واحد. من ابويه السلع لين الفجيره لين خورفكان لين اقصى لقاصي اخر الدنيا، ها كله ابويه بلاد وحده. كنت انا يعني طيران الامارات وطيران الاتحاد، طيران الامارات وطيران الاتحاد ابوي تبع شو؟ تبع الامارات ابوي، والامارات ابوي كلهن شتشوش واحد. هاي سبع الامارات، سبع الامارات شتشوش واحد. مشجات في مصباح من يقول واحد ولا الضالين قالوا ابوي امين، كلهم ابوي بلاد وحده. ما هناك ابوي فرق بين ابوي ضبياني ولا راعي الفجيره ولا راعي خورفكان ولا كلها بلاد وحده. معيريض احنا متقاسين على الصراط المستقيم، ما واحد يروم يقدم حرف عن الثاني. هذا اولا. شو وعدكم الحين من صباح الله خير انتن؟ ها ما حد الا انتن. انتن الله اكبر عليك الحين عرياسات الانتقادات حتى وهني تمكيجن شغلات النعياسات اللي ها ورش يدور ان الحرف والطرشن. احنا فوكن فوتن قول ان لا اله الا الله توني جاي. ما وحالي ارضي بعدها ما حرت، ارضي بعدها ما حرت يا ابوك. يينا حق الانتقادات الله اكبر. هذا اولا. ثانيا ابوي هذا ما انتقاد، انا اعتبره هذا انا اسميها اشاده. اشاده ليش اسميها اشاده؟ لان ابوي انا ادمج الامارات وطيران الاتحاد، لان ابوي مثل ما قلت لكم عينين في راس وليها بياي زله. ابوي على ما قالوا المصريين ما يبلط البحر وليها بياي زله. يدور له دار من هالإدارات، يستحسن لو يدار يكون صبيته كنكري ريج ويرقع براسه فيه. هي نعم هاللي ما بياي زله. طيران الامارات وطيران ابوي الاتحاد واحد زين زين، واللي هب جايز اللي ابوي عادها يدور له دار غير هالدار. يلا نجريكم التحية. ما يدرى باليوم شيء سنابات ما شيء، بس عليكم على ابوه معي حية ما تحتن وحده. 20 يوم 21 يوم ما عيستوا. بس عليكم انا اتوقع ان اليوم بس عليكم. بس عاد اليوم انا بجلس وانا بجلس ويا فريجي برمس وياهم باخذ العلم باخذ الخبر. هداي الا وياكم صبح ومساء. والله يا ابوك لو الواحد يبي يسكت ما شاء الله البلاد ابوي ما تخلي الواحد يسكت. طلعته لو بيربع وراك كلب ما لقط. نعم لو بيربع وراك كلب ما لقط ابوي حطبه ولا حصى ولا شيء ولا قوطي خالي تلقطه من الارض وتفر به الكلب ما تبى تلقط. البلاد ابوي تلق تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. عافيه عليكم هل بالنظافه ما ينعرف شو هي الشركة، لكن جزاهم الله خير. لو الوحيد البلدية اللي مسؤولة عن هالأمور في الإمارات كلها، يعني في كل إمارة لها بلديتين مسؤولة عن الأمور هذه. غير أظني تغير راح يسوي شركات من صغار أو أن أعتقد شيء خاصة ما يسمونها لها اسم يعني ما أتذكر شو أكل يوم أعرف يا غير نسيته. يلا بس عاد عليكم التهدريب. يلا في مال الله. ملاحظة صغيرون على المواتر اللي يشلن العرب من مطار دبي ومن مطار أبو ظبي بعد نفس الشيء. اني يعني اللي على البزنس وعلى البزنس وعلى الفيرس ينبغى سيير المطار اللي يستعملوه هنا مال بي اي بي يحطوا لهم على الاقل ماء غرشتين ماء كل غرش بربية يعني بدرهم. غرشات الماء ما بمية درهم، غرشات الماء بدرهم. ينبغى قبل ما يحرك ما بدنا يحطها، لا قبل ما يجي الزبون بدقيقة يجيبها ويحطها. يحطونها مكان مثل الستور أو سيارة تكون مبردة جاهزة في الباركن مال الموقف، وكل يوم يشحنونها لين عينها. وكل من يا حد راكب قبل ما يركب الراكب هبله بعد ما يتم بعد ما بعد ما تدق الشمس في السيارة، لا من يحيد الدريور بيركبون
الناس الركاب وياه ياب كان هم نفرين يبغى الشتين كان هم ثلاثة ياب ثلاثة غراش كان هم أربعة ياب أربعة غراش من البيكاب اللي موجود بيكاب البراد يعني سيارة مثل البراد تكون زاهبة. والله هذا رأي أنا يعني. والمسؤولين على الله يحافظهم يرمون يأخذوه يعني رح يزيد الخسر شو درهم يا غير السمعة الزينة. نحن بقى سمعة بلادنا دومها في كل شيء متميزة. ضروري الماء على كل حال ضروري الماء يركب في كل سيائر اللي تظهر من المطار. التكسي العادي بصرف هو على هو نحن ما نرمس على التكسي العادي اللي يستعملون سيائر البي اي بي اللي تبع الفيرست كلاس والبزنس كلاس لازم على كل حال يكون ماء موجود مال الشرب مال الشوري مال الشرب وقوط كلينكس كلينكس ومال الشرب هذا من كله لابد ضروري على كل حال يتخذ اجراء عاد منو المسؤول منو تبع هذا انا ما اعرف غير ضروري ان يكون ماء وقوط كلينكس للي بيركبونه ويا في السيايل للفي اي بي اللي تبع البزنس وتبع الفيرست. بارك الله فيك. ما ادري اختصاص هالموضوع يا غير اكيد انه بيعرفون يعني من مده انا ابغي اقول الكلام هذا غير ما الله كتب ما شيء نصيب اليوم عاد الحين والله اني هل كان عطشان في خاطري قطره ماء حجري بوصل ابو ظبي خلاص قلت يوم بوصل قال لي فقير بوقف بك عند شيشه برول ولا محل حل المحلات مال عندنا تاخذ ما قلت له لا ما له داعي حجري بوصل الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام حي هالشوب حي هالشوب يا ربي كني ظاهر من 3 شهور وعظمهن ل 30 معات رايت بليز رايت يس هير يا ربي تولت على بيتي تولت على دنياي هذه نادره بعدها حالف ابوي ما تقيض ليني الحمد لله ستريت 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 استريت تولت على بيتي تولت على دنياي حليل الفيفاي قال جيج مرحبا والله بالعروس مرحبا بالعروس مرحبا بالعروس يا ربي ما بغيت اوصل هالشي يا ابو ماكم شيء يعني من تحت البار لا اله الا الله وين تقولوا الظهر السهيل عند الله علينا أتفاهم وياكم خلاف يقولون ظهر السهيل وظهر السهيل هذا حين بعد هالشمس ما حمته هالنمونة خلاف بنتفاهم وياكم بخصوص السهيل بنطالع الهست بنخبركم على كان ظهر السهيل لو ما ظهر السهيل يلا بنرمس خلاف مين عيزة حليلك يا بيتي تولهت عليك السلام عليكم وين الحين ناس مرقات انت برطب الحين ناس مرقات الساعة كم ناس من النوم احلف فجر ستة ونص فجر الفجر الساعة خمسة ونص ما في فجر ستة ونص يلا معك بسامان هناك سريبة برا سيارتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبوي واحد يا ولا سلم علي ولا شيات يا لسناك أبوي عدال أم محمد ويا لسيارة مسوياها ويسولف وياها وأنا ولا كأني جاي من السفر ولا وين الحبة لا هنيها بعد وحدة عودة وحدة آخر وحدة وين اللي العرب تخبرون عنك جماهير الله كريم الله كريم شو لابس هالنمونة حينه ليش هالنمونة لابس ليش يعني أرباب صالح قال لك ايه ما زال هي ويقول هذا نمونة بس ما في زين انت روح مبرور هي مرور هذا ركب الكلام الخدمة هي
صح انت صلاح. عموما الكود ما من كلام. ايه يوم بتروح يقول لك مكان مرور ولا سياته لازم تتلبس لبس فنان. صح صلاح؟ هيت استفضح صلاح. انت انسان مشهور صلاح، ما يرضى انك تلبس لبس عادي. زين؟ لازم على طول تتلبس لبس فنان. ها ابن حق ها شو اسمه هاي؟ بريه؟ ريا. ها وي برينج فور يو نيكلس. نيكلس فروم استراليان، وهذا شغاب وحيل. زين؟ شكرا. يلا صلاح بتعطيها انت مجوهرات مالاته؟ صلاح شو بلاح هنا اسد؟ شو بلاك شو المشكله؟ شو مستوي؟ لا لا ما انت كلام اسامه بلا كلام كل انزين شو المشكله؟ شو مستوي؟ كنت كوفي لا شاي دكان انزين يوم تصير انت تقول تبى كوفي هو يقول يبلو شاي ها لا شو سبق من كان اسكت هو ما له ايه الحين تبغي دريبل جديد؟ لا كوهم جديد هو تبغي جديد لو تبغى هذا؟ لا ما اسمع اذكر بيسمع الكلام وعينه من جلعه. اسمع انت اي شيء يقول لك صلاح قول ان شاء الله وهي والله ان شاء الله. يلا حب على راسك ولا انفزوري هي. هي. بس حبك وحده؟ تصدك وحده ولا بعد مره؟ بعد وحده؟ بس عليك يلا خلوا شعبيه يروح انزين يلا سر 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 يلا يلا صلاح آه. شو تسوي؟ يقول حط يا حط صوره مصوري جديده صح ولا؟ عجيب خير ان شاء الله شو مستوي؟ ايش عندك مويم؟ زعلان؟ مو زعلان شو بلاك عيال؟ مرسي جيبت مني بالطريق؟ ما بتي تيس عدالي؟ بعدين خيبة كوفي امي حق الكوفي؟ لا ما خلاص هذا اول واحد في الادوريه انت ساير اضمن له الكوفي هذا انزين يلا شو ترى تسمعني توك؟ شو هذا؟ 10 أيام وبي حبيبي ما بتأخر إن شاء الله إن شاء الله ومن أي بيني 3 شهور بيوزك يا دابا أنت أنا كذاب؟ ما كذاب؟ ذا اليوم أنا جيت صبر 3 شهور يا بعد ذا لا البحر البحر ما يخص البحر بحر غير وسيرت وعرسك انت غير لا لا خلي خيمة نسوي خيمة وين العروس العروس وين الحين؟ وين؟ قابوس من قابوس لا لا حبيبي ها شو؟ ما بني ابوسك من من قابوس وين بنلقط حرم هناك من قابوس؟ وين؟ وين؟ لا بلاد قابوس حبيبي بعيد وين؟ بنطالع لك حرم من ابو ظبي ولا من دبي ولا ولا من الفجيرة ولا من طالع راس الخيمة الإمارات وايد عودة ايه؟ مليون حرمة لازم بلاد غابوس تبى وين بلاد تريد أنت الحين عروس بعيد وايد بعيد من وين ايه؟ من وين العين من العين العين بعيد من بعيد ايه؟ البريمي ايه؟ إنزين بنطالع لك حبيبي اللي الله كاتب لها نصيب وتبى الليير بتاخذك إن شاء الله حبيبي زين بسوي لها بوسه ولا ما بسوي لها بوسه؟ لا حرمك حبيبي شو بعد لا؟ هي لها بتحبها وين بتحبها؟ على راسك هي هي زين شاطر حبيبي الله يلعن صلاح تمنحين مخيل؟ تستحي؟ تمنحين شو ايه تعالي تعالي انتي 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 ايه تعالي ام الحناية come here please please ها why you don't sleep because Francia wake up انزين so you have to go to sleep yes ايوه
فرنسا she will repair my things because I will go بحر. Yes, you already pretend. Okay, but you will have you sleep and she will make my things. No, we will continue to wash this one. يا ربي. Okay, thank you. Okay, أبوي أنا بسير البحر على فكرة الحين. جيت الصبح وعيت من الله خير وسولفت ويا اهلي وعندك دونك وحين ان شاء الله بتوكل على الله بسير البحر وانا في الطريق برمسكم هذا يلا باي افتح لها اعطيني هذه هاي وحده حقك هاي من طيران الامارات هديه بس حق نفر زين يشتغلون زين في النخل يعطونهم هديه هاي واحد حقك واحد حق عبد شو اسمه انت ليه حق رشيد المطوع ليش ما في رد لا يب وحده يلا وحده اعطها ابنه مدري وثاني عنايه اعط واحد عنايه واحد عنايه وحده واحد حقك انت رشيد لان مطوع الحين ما يحلق زين بيحلق كل بيحلق تحت الحيطه رقبته انت من تشيس ابوك عطيا عطاك الله وجمه حرامي رقم واحد هاي حط بالك على البيت ها انا اليوم بسير البحر الحين ان شاء الله بسير البحر اليوم وبكره باي يوم السبت اذا الله راد بتغدى باي ولا نيتها تتغدى عندكم شو سافر بلاد اكو الدار بالعين ما شافك عويد الله عاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير اقول لكم الاشاره هذه لابزه في سيارتي حد يعرف شو هذه اصلا اشارات حدوه الفرس في نصها علامة تعجب حد يخبرني شو هذا بالله عليك السيارة نيسان نسمو اسم سيارتي اللي يعرف هذا شو يرد علي الخبر يمله ضربني وسواس ريولي ضربها شرات عقارب بقر وهن على السليتر تريريان للرويلات الروع تنقبط الخط عادة الحين حد يخبرني شو هذا بالله عليكم شكرا جزيلا للي عنده نسمو عنده خلفية ومتأكد يرد علي شكرا يا متابعيني الأعزاء بارك الله فيكم ومشكورين وما قصرتم جزاكم الله خير وصلني الرد انه قالوا لي وان هذا اللي لابج وان التواير خاف هواهن واحد منهن او كلهن العلم عند الله يا غير ابوي واحب اوجه ان شاء الله شيشة طريف الحين قدام شيشة لا ما بشيشة طريف لا والله كان الشيشة اللي عقب لفة والابيض لا لف اللي عقب شيشة والابيض ان شاء الله بلف جداها وبشيك الهواء مال السيارة ان شاء الله شكرا جزيلا لكل ما شاء الله عليكم من ابو يلسينا يا الله يحفظك ولا حد منها مغلط كلهم قالوا ابوي مال شيشته مال التواير كلهم قالوا مال التواير وانا ترى انا ما بروم اقول شكرا 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 حق كل اللي في المتشارك ما شاء الله عليكم وكلكم تعرفون يعني ان التواير بالرغم انه ما بمكتوب تاير ولا بمكتوب حرف تي على الاقل ولا بمكتوب اي شيء غير حدوه فرس هل ان حدوه الفرس العالم كلها يعرفون ان اشاره التاير وانا الوحيد في الكون اللي ما اعرف ان حدوه الفرس معناها التاير معقول يعني اي والله يسوي انا ابو حي كل حد لكن ابوي ما برم اقول شكرا حق العرب كلها مشكورين كلكم ابوي اللي جاوبتوا وحتى اللي ما جاوبوا بعد شكرا جزيلا يا الله يحفظكم ولا يخليني منكم بارك الله فيكم ما جورين ان شاء الله على فكره ابوي طريج طريق طريف طعمه زين غدا يغني يا ليل شو ما شاء الله تبارك الرحمن واحد اثنين ثلاثة أربع خطوط من غير خط الطواري واحد اثنين ثلاثة أربعة والخامس مال هذا ما يسمون كتف الطريق بعد مني على هي والله عبارة ستة أبوي على كتف الطريق واحد ويمين الطريق واحد ها كم اثنين وفي الطريق والخط ساير ثلاث سيدات واحد اثنين اربع ما شاء الله ست خطوط ساير وست جاي دوروا لي اي بلاد من
من هالبلادين اللي انا جيتن ولا هالبلدان اللي انا جيتن يكونن فيهن ثلاث خطوط كلهن الهاي واي في امريكا في بلجيكا في استراليا طحنت الزمان شرق الغرب ومغرب ولا شارع منهن ستلينات. هذا حين ساير ابوي ستلينات وياي ستلينات يعني 12 خط ستة ساير وستة ياي تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله اللهم احفظها من بلد وكافنا شر الحاسدين يا رب العالمين. عسبتي العرب وبين متفهر فينا لازم يتفهرون ان يوم اللي خط الشارع ستة ساير وستة ياي ما بالك عيال ابوي داخل وعيشتهم العرب هاي ايش كان منتة لازم يتفهرون بيتفهرون وبيتفكرون في امورنا كلها. ابوي افتح الطريق بارك الله فيك ولا نسوي عقد بينك وبين العقد مكتوب باسمك انقفض لا خليتك بعد عطايا ما ظهرت رقم عندها تقولون ما ادري شو ادريب انه ممنوع ظهر رقم لا في الخليج ولا في الشرق الاوسط ولا في العالم كله تلقطون خطوط هالنمونه خذور امستن 100% مسمار في لوح ترى ما امزح وياكم والله العظيم اني ارمسكم من صدق ولا شارع منهن هالنمونه سبحانك يا رب. نستعيب من العرب اللي يقولوا والله ابطى الشارع لين جهز انزين كيف يعني ما تبغى يبطي صبخه تراها والارض لو تحفر باربعة امتار ياكل بحر يربع حابدا نحط خيط وبلد ووحدك سيدة أي حفير تسويها بعد زمن شارع وإن كمل 4 سنين والله لو أي بلاد ثانية كمل 40 سنة 500-700 كيلو هيداهم فقارة هالشركات كم بيشرخون كم بيشتغلون دادلهم ترى حر وقيض جونا تحرون جوا وادم جونا روحا نحن مخالف غير على العرب مشاريع اللي في البلدان الثانية يعني المشروع اللي بيكمل عندهم 2 مفروض الحين 8 سنين يلا يلا يذهب شو السبب الأرض أبوي صبخة وبيحفرون تحت 600 متر ويحطون فوق 3-4 نمونات كنكري 600 متر عاد مالي أنا مال أمسات يعني عبارة حد أكل لي مو ضاكل إيه هاي اختي حصة من أمريكا حاضرين يا بنت أحمد حاضرين واحد ناقص هو وين حيني حين 35 كم لازم كم هذا 32 لا يبقى زيادة كم ناقص وايد أقول أنت ربوي هو قاسم ما سير تاير سيارتي ب 35 بس زين ترى لنا شويونه ناقص الهواء جزاه الله خير ما يدخل اي والله روما تروح الروح كله سوي تيكن بعد كان ابوي خاف هواهن ثرهن كل 32 32 هو لازم 35 كان الا لا هذا 31 هاي زياده وكلهن ابوي خاف قواهن خاف عقل عدوان الله ايوه ولا غلطهم شيء الله يا ابو سبحانك يا رب بعد ما يظهر هالنشان لازم يبين وحدك كم هذا؟ كلهن ابوي خاف هواهن كلهن خاف هواهن كم الحين؟ شكرا مبسوط بارك الله فيك ايه حليل جزاه الله خير ما قصر بشيركم ابوي هذا انه خدأ هذا خالد بن هلال وهذه قوت بنت هلال وهذاك وين هلال جيتم ابوي في واحد ادنك واحد ادنك عاد منو ما يعرف واحد ادنك ابوي واحد ادنك
اللي مضيعتنا هم بتلقطها في واحد ابنك. كل خير في الدنيا عندهم، كانك ساير ابوي بر ولا بحر، ميرك ماك لك علمك خبر، كل اللي تباه بتلقطها عندهم ما شاء الله. لا وحاطين بنادير واعلام يودعون الحياة اللي سارين الحي، كل اللي سارين الحي ابوي اللي يخطفون جدا الواحد ادنك يتبضعون اغراضهم، حتى طرمبات اقول ها اللي بجاء كان حطب بسلندرات غاز البان بشي بارد حار شاهي كوفي موفي عزرائيل تحت الزمان، ولا شيء في الدنيا ما عندهم تبارك الرحمن ما شاء الله عليهم. حاطين بنادير بس اللي حق يودعون الحياي اللي سايرين، وان شاء الله انهم بعد مثل ما حطوا بنادير حق وداع الحياي بيحطوا بنادير ما شاء الله على النبي حافظ على الكرام الكريم كريم يا رك الله يا ابو محمد ماجور ان شاء الله اجر اجر. هي اللي قام على هالمبروكات اللي ما بيصدق غلطان. يلا هناك البحر البحر ابو محمد ها آه يلا غايته يلا ان شاء الله هيا اصورك تراني صورني بعدك والله جيت بالصدفة على الله يحفظه ما شاء الله عليك احلال يا الله يبارك فيك. هي والله اقولكم عبيت الهوا ما التواير وطلع باربعة تنقاصرات هب الا واحد واحد ثلاثين واحد واحد ثلاثين واحد اثنين وثلاثين واحد ما ادري كم يبى كلهن ابوي مزروهن كلهن حطوهن على خمس. شوف شوف عدنك ترحب شرطة ابو ظبي ترحب شرطة ابو ظبي ترحب بالحجاج تتمنى لهم سفر جميل. هي لك شرطة ابو ظبي وين حطتنا؟ حطتنا في ادنك عبارة يعني انت يا شرطة ابو ظبي وانتو يا ادنك. هي نعم الحين البيت هذا المكان هذا موقع شو اسمه موقع ادنك الحين ادنك والشرطة متفقات ابوي على كلمة واحدة يرحبون ابوي ويودعون بالحياي اللي سايرين بيت الله يتمنوا لهم ان شاء الله ان الله يطوي سفرهم ويحشم غربتهم ويسر امورهم يا رب العالمين وتقبل منهم وتشركنا في دعائهم يا رب وان ان شاء الله الحول نسير الحي اذا الله جعلنا بالحيين ان شاء الله. بشيركم ابوي سار هذا اللي مكتوب هذا اللي حدوة الفرس فربي ما حطينا شو اسمه صب عبينا هواء مرة اختفى دقيقة واحدة ما خل. سبحانك يا رب رب العالمين بصخر لنا العالم اللي يكتشفون هالأشياء ولا والله يا ابوك لما تظهر هالعلامة اللي واتبة غدية من صيد أمس. اي والله السيارة جديد بعد ما دار عليها حول اللهم لك الحمد. زين عاد الحين هنا جد وصلت الطريف وناخذ اي وراي وان شاء الله بعد ندخل البحر من عقب المغرب وان شاء الله اللي حصلنا صيد في خير ترى انا صورنا وما شيء صيد في خير ترى العذر والسموحة كي سد الا الظهرة ظهرة البحر روحها ثرية انك تجلس تتفرج. والله اني مخبر لهم مال هل بالسناب شات وكاتب لهم رساله ابوي تيمله والله الله فينا ابو ظبي ابوي مساحه حتى من ابو ظبي لين السلع يميع المناطق يميع اليزر ويميع الفرجان ويميع المناطق ويميع البلادين في كل مكان ما بنسوي لنا يا ابوكم فلاتر وايد ضروري ابوي على كل منطقه يسووا لنا فلتر دخيل والديكم اتصالات ولا انتو يا ادنك ولا هل بالبرقيات وهل بالتليفونات خبروا الشركه يقولوا لهم انه يعني سووا لنا فلاتر حق البقع كلهن يعني الناس اللي من غير البلاد لو 50 كيلو في 50 كيلو طولها وعرضها واحد وحاطين في كل شارع وكل مكان مسوي لهم فلتر. نحن غير احنا بزد على العرب نحن كان ما بخير ولا شراتب نعم قبل ما يدنا المغرب يمكن بربع ساعة أنا واصل وصلت عاده هو لا ما ضيع والله ودرت اللفة كانت وصل ودرت اللفة وحين عاده أي سلام عليك وين سمعت
يا سلام. ايوه هذا الزين. هذا قابل. وحده لك ثلاث هاي الطبه هذه. وحده انت وحده ولا لا 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 ثلاث. وهذا حق المقلى. شو بعد مسوي من غير؟ هذا شو حينه؟ ايش؟ ابيض. سوى لين عاد شوي زين؟ اقول لك ها صيد مال محمد صيد مال متى هذا؟ صيد مال خلي خلط الدار منك. شوف هذه القابطة. ايه حبوبي والله ما طعن انت هاي حقينا. هاي القابطة شو هاي حينة تراها ما بقى. شوفوا هذه حينة شابهها هاي ترى ما بقابطة الحين. هذه القابطة هاي القابطة هاي يسمونه عبيسي هلال عبيسي. هي عبيسي هذا ولا ما ادري ايه شيل تشيل هات عبيسي مجرور لا 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 هذا عبيسي هاي لا هذا ها هاي القابطة ها رقم واحد ولا هاي من دعسة هاي حبوب إياها هذا حقه ها برايك من صوبك استاهل يا واحد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ليش ما بدار سمك ملح اليوم على التاوة ما يحتاج محمد؟ لا سمك في وانتو شو سويتوا لكم محمد؟ حق عمال شو سويتوا؟ حقكم انتو؟ مرقة انت مسوي؟ ها شوف هاي حقي مالتي انا هذه والعبيسي ها اثنين حقي انا هي هذا واحد هاي قابطة والعبيسي هذا زينة؟ يوم غايت بتجربة خبرني شو اسمك انت؟ محمد الضب. من وصل البحر لين نظهر غدا وعشاء كل سمك كل سمك مسوي مرقة دياكي ريال صغير ونات مشكارات ما يبن إلا بوي ديال ولا نحن بو كبار محل بوي دار إلا السمك. أي السلام عليكم. يا سلام يا سلام يا سلام يا خيب هذا أنا فلما دقيت ما طاعين جنب ترى سمت البرية تختلف سمت البرية طاقة حمل كل صل منها هذا ترى وقت حينة ترى اللي يخرب السمك التشلويط يوم الضوء لا بقى الضوء مرة تتهادر مرة سليت بحر ابدا ها من تحمى التاوة خلوها ابوي وسط الحرارة فيازم ابوي يستوي على دوبها يتعارق 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 مرة شوف شو حد اللهم لك الحمد نعم الله الحمد والشكر. اسمك انت؟ منو؟ انا اسلام. زين شوي شوي محمد ساعة كم تدخل البحر؟ 49 دقيقة 49 ايه ماي فل؟ ماي فل 10 متى ترد؟ 10 دقيقة تبي تجي ترد؟ ايه مرة خالص كامل مرة لا حول لا قوة ما تقول لي النهار ما شيء ماي؟ في النهار صبح ما شيء بحر؟ في شوية لين وين؟ يعني ربع بحر ربع ايه شيء سمك؟ ايه
النهار صافي شيء ولا صافي النهار في صافي بحر في صافي بطي بيضة بدح وايد بيضة في نشوف جديد ما يجي هي هي صباح يجي ما جديد هي. ان شاء الله في سمس ان شاء الله ان شاء الله وهذا قابط 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 ها صبار يدرس 8 ما يهمك حتى لو 6:30 لو 6:30 جاهزين لو الساعة 6 تبع تقول الساعة 8:30 قل له حتى لو الساعة 6 نحن جاهزين بس ها حتى بعد غير نمون ها ها مدري داخل هي كنا داخل سوي شور سوى كلم أرباب أنت كلم أرباب يخبر زين خبر انت تخبر اقوم بتعشون بيتكم لو بيتكم مرزوق مكان واحد ما نبقى مكانين يلا اقولكم بس عليكم ابوي مضطرش هذا المحبرة الياردلي بس الاول انا نسيته اسمه سألت عنه وعرفنا وعرضنا وكريم معروف يعني من سنين هالوادم يستعملونه غير أنا نسيت هاك اليوم سألت عنه وحطينا الجواب وهالكلام بي من 20 الحين وانتو لين اليوم سامتين سمتن وحدة على كل طالع شمس ييني مليون صورة حق الياردلي وما روم كل دقيقة أني بود بلع أغث العرب صور الياردلي هب منزينة عادي هو حين يطول العمر هو ترى كريم عادي حال كريمات يلا هاك اليوم هذا كان غاوي وقته كان وطره يلا ما شيء شراته غير الحين بضوا على بيضك بيض مليون شيء وشيء عقبه يلا الله يحفظكم ها شوف الله عليك شوف شعري متفتج من اطرافه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يسألونك عن الضوء قول هذا ها شوف شوف الله عليك ايوه لون كاريتي. إيه شو لون؟ شو لون؟ كركم. كركم قولي. يا حافظ عليك حتى أنت تعرف توصفه. يا حافظ يا حافظ هذا سوري. سوري وشعري وعبيسي وقابض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إيه نعم نعرف سلطان أبوي سدني. وقطعانها انا الجهاز طع 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 وين صب الله عليك طع طع شحن وين صب شوف ها يجي يدركك لا بس خف على الضوء خف على الضوء ترى مرزوق فوق ولا داو ما ادري طعم ما في شو بنسوي ايش الحل على هنا 10 دقيقه لازم هو شيء اذا ريت طعم مزبوط بس طعم بس عزاه هذا ايه انا هنا جاهز العيش العيش ايه جاهز رقم واحد يا بارك الله فيك يا محمد مرزوق وين؟ مرزوق هذاك وين مرزوق هطالع في البحر بعده هذا ليده؟ ها ليت مال مرزوق هو وين يروح هذا طرف ترى فقير وحليله يجي ولا ما يجي؟ بيي ترياش بسوي مجبورين ربيعك خشمك ما حد يتريا حد ياكل ابوي لو جيت لو انا اكل الزاد دون رباعتي لو انا هي يقول هذا يقول متوصف لو انا من اللي ياكل الزاد دون رباعته ييتك سمينا وربعي هزالي ايه ما حد ياكل عن ربيعه ما يهنينا سوين يسيح لنا ونحن بعيد عنك يا ما بناوي اصور يا غير غياض حق هالبراكه غياض حق هالبراكه ها يا سيد يا يا يلا 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 اوه هذا اللي يسمون الدواء ايوه اللي ما خبيت انت لا لا باه بنتين هن اللي انا هذي اوه حار يا رياش يا سلام سلام شو حار البحر ولا الله قال حار الحر بويه يبرد هني الجو الفنان كنديشن يطفح عليه صبح ومساء
الشيته اروح عبد الله هذا نفر ياكل سبت ما طار يجي نفر ما طار ينزل هذا الحشين اكو في اثنين نفر عالم كلها ابوي كلت سمك ابو عبد الله ابوي شو كلت انت اللحم لو ديان يعني؟ انا اكلت سلطه يا ريال شويه كان سلطه يقول لك سلطه انت بتخف يعني هو انت بشوف عبد الله سلطه وايد زين والله لا الحين اللي في جيلك انت لازم يخفون زين اللي في جيلي انا زين هالنمونه اي زين اوكي انت جسمك زين ضعيف يعني مش انتين بعد بترجي لا بس حصاك 90 لا والله ما يبين عليك لا 90 لمرات ابوي وعبد الله ابوي ما اكل سمك كل انا ابوي توني جاي كلت شويه دقيقات هي يضربك العرب كلها تدريب في البحر نعم خبرت العرب كلها تدريب في البحر والله العظيم والله جاي تلعب انت انت جاي من دار الانديره حتى يلسع البر لا والله جاي سب البحر بنادم هي البحر ما يدخل البحر شو فايدته يا ريال زين يوم سلمنا مو الدنيا لا لا هي مو هاي شمال الحين شو عبد الله لا هذه كوس كوس زين شو الصيد تعال شوف زي اقول لكم ان احنا حينها بندخل وين الله راد ويانا صيد في خير شيء يمل ترى صورت شفتوا لي ما صورت تعرفوا ابوي انه ما شيء صيد عبد الله اعتد الجو هي والله هي والله قبل اسبوعين ثلاثه اظني بقعه ما تنطاح لا قبل اسبوعين هي لا اله الا الله أبي تبارك وبن واسو الأقدام أنا أبوي جدمي خضر ما طيح ما حل في دار إلا تغدي عمار جيتكم جبت لكم سهيل وياي باقي مطر إن شاء الله نبي إن شاء الله يا مطر بعد وهذا خلاص بتعرف إني أنا ساحر عارف إنك مبروك هي حافظ هاي لبسة أبوي البحر هذا والله البحر زين يعني ما شيء مو كذب بحر طايح كذب في شوية وين بتسمعوني عاد الحين هو زين السمي وينك طالعني ها شيء صيد اليوم ولا ما شيء ما اسمعك شيء ما صاصر عمرك انت شاي شاي صديق انزين الله كريم يلا ما لي الفريج مع السلامة طع البحر طع ما زينك يا البحر ما زينك يلا هدعت الله يا الفريج هدعت الله يا الفريج يلا مع السلامة قلت لكم شاي صيد في خير صورت وانت ما شفتوا شو سمعوا انتوا اللي قطوني ما صورت خلاف عرفوا انه ما شاي صيد اي نعم شو رايك؟ شو الصيد؟ تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نحب نريكم الصيد عاد بعد شوي خير خير ابيض ابيض الغزل تبارك الرحمن ما شاء الله 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 قيمه يبوب يا سلام سلم يا سلام سلم ما شاء الله ما شاء الله تبارك قايل لكم انا ابوي انا المبروك انا اصلا كان ما يخلفون اسمي من خالد لين مبروك طلع البياضة شوف البياضة ما شاء الله تبارك الرحمن ها قمض برج تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف 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 الخير جاي الخير جاي الخير جاي الخير جاي ما شاء الله يا ابو محمد تبارك الرحمن كنا زريدي هذا ظني لا زيت زيادة ليش زريدي زيت زيادة زي شوي شوي عاد تنقع شيء ياي تول تول شيء بالعظمة تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله خلاف عاد بنربيكم شوف العومة قوم العومة قوم العومة
ما شاء الله بياضة يا أيه بياضة. تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. وقف في حلجك عضب. باحت يديه. ما تشوفه يوم يحيد تنومسنا شوي قال وقف. ترى يديه تعن فقير. على الليت هذا اظني يرقات مال بيا حلال والله لا والله ها شوف فن يرقات مال بيا لا لا عيال البياح لا ما في بياح والله العظيم شو النقيض اللي انا اقوله وبيقوله مال مال غيار هنا في جدار اي جدار جدار تحت ابوي حلقة الصيد اليومية مالت اليوم يوم الخميس والحمد لله رب العالمين تكللت بالنجاح والصيد الوفير اللهم لك الحمد على ما تشوف صيد 10 دقائق مال 10 دقائق ضربة واحدة ها هاي يقول لك ضربة محلل هذه ابوي ضربة المحلل غير صافي واحدة صافي واحدة صافي بعد ما شاء الله كل جش جش وسمين يعني ردت بشيركم لسمكه البحار ابتدى يه سمك شيء سمكه البحار فيه سمكه وسمكه ابوي ذاك البر السمكه ذاك البر تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله اللهم لك الحمد والبحر بارد بس متبرد من يبرد البحر ذاك البر ابدا ابشر السمكه اللي فيها خير والسلوس مسويات عيه خطر عليها سيره اللهم لك الحمد تكللت بالنجاح ليش اللهم لك الحمد يعني الادمي يسوي تقبض بالاسباب ظلمه ما شيء قمر لو شيء قمر مره الصيد جليل يكون يا غير يوم ما شيء قمر ظلمه يوم الظلمه اكثر الواحد يصيد القمر زين يوم حق الشعري حق الحداق يغير لي مراد من البحر طريقة غير الحداق يعني ما تصير تحدق انت حين تصير طريقة ثانية يعني ظلمة وايد زينة أخيرا ما يكون الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد سيرة ساعة ساعة ونص تحصل لك ثلاث تشيس اللهم لك الحمد هاي روحها نعمة نعمة يبقى الحمد والشكر هذا بي ترى كل ما يتدخل السوق ثلاجة أبوي الثلج ها عند البخار ويازم أبوي البخار فات ثمه واللي يمل الفريج يودم أبوي بيته ياخذون كل ياخذ قياس هاللي ما حصل أودام ولا اللي هو ما حطاع يصير يدش البحر واللي ما عنده ديزل واللي رايلها مرتقد عنها مسافر وياهي وعيالها يعني كل شيء ولا شيء اللهم لك الحمد يلا تصبح عاد على خير بس عليكم يوم اللي هذربان من ظهرت من دبي وصلت لي ابو ظبي لكن سبحانك يا رب يوم يقول لك بنادم شرات الطير البارح ممسي في وين في سيدني واليوم ممسي في الشويهات لا اله الا الله سبحانك يا رب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد نعمي والحمد والشكر مساي البارح في سيدني واليوم ممسي علي المسا في الشويهات سبحانك يا رب